يلا بينا علشان خاطر نعمل مع بعض شوية مكرونة فرن حلوين قوي في اللذيذ، ولكن انا ضفت لهم شوية بشاميل وجبن. يلا بينا، انتوا عارفين ان انا من عشاق الجبن. عندي نص كيلو من المكرونة المقصوصة وبصلتين هنفرمهم مع بعض في الكبة بتاعتنا الجميلة دي، وكمان عندنا فصين توم ومعلقة بهارات ومعلقة معلقتين من صلصة الطماطم وكوباية من عصير الطماطم، وكمان عندنا ممكن نضيف شوية مرق علشان خاطر نسوي اللحمة بتاعتنا، وعندي ثلاث كوبايات من البشاميل وانا شرحته قبل كده وعملناه، وكمان كوبايتين من الجبنة المشكلة. اول حاجة هنعملها هناخد الجبنة المشكلة نخلطها مع بعض اهي اهو تمام، وبعدين ناخد كده الجبن، وبعد ما حطيناها على بعض كده هسيبها ونروح بقى نفرم مع بعض البصلة بتاعتنا. بصوا بقى، يعني نحط كده ونضغط ضغطتين لغاية ما تنعم معانا الشكل اللي احنا عايزينه، وبعد ما نضغطها كده الضغطتين دول اهي. بصوا انا بضغط كده علشان خاطر اشوف شكل البصل بتاعنا، النعومة بتاعته شكلها ايه. خلاص وصلت للي انا عايزه اهو، وصل للخليط اللي انا عايزه، يعني البصل زي ما انتم شايفين كده. هنرفع هنا ونشيل كل الحاجات دي، ونروح بقى ناخد شوية زيت هنا وننزل بالبصل عشان احنا هنعصج مع بعض اللحمة، وبعد كده هنضيف عليها كل المكونات بتاعتنا بالشكل اللي انتم هتشوفوه ده. نيجي هنا، شايفين البصل ايه خدت قد ايه؟ ما خدتش نص دقيقة. ونقلب لغاية ما تاخد معانا تلون اهو. بصوا بقى شكل البصل كمان كله متقطع يعني زي بعضه، ما فيش حتة كبيرة وحتة صغيرة. تمام، هنقلب مع بعض كده، ونيجي بعد كده نضيف عليها اللحمة بتاعتنا ونعصج اللحمة، ولكن في صوص طماطم وفي شوية مرق هضيفهم لو حبيت، وبعد كده البهارات والثوم والحاجات دي كلها علشان خاطر اللحمة بتاعتنا تبقى جوسي، يعني فيها شوية مكونات كده زي الفل. المكرونة هنا اهي تمام، هنقلب البصل يدوب زي ما قلنا يطلع ميته كده شوية، انتوا عارفين ان البصل كله فيه سوائل، بس مع اللحمة دايما مش عايزينه لونه يصفر، يدوب خدت الخليط كده شوية هنضيف عليه اللحمة بتاعتنا علشان الاتنين يستووا مع بعض. بعد ما بنضيف اللحمة هنيجي نضيف هنا التوم ونقلب. طب شوف انت حطيت التوم ني على اللحمه، انا عايز اللحمه كلها تتشرب من الخليط ده. نفضل نقلب كده لغايه اللحمه بتاعتنا ما تستوي معانا بالبصل ده، يعني انا اعرف في ناس بتحط بصل ني مباشره على اللحمه وهم بيعصجوها، مفيش مشكله خالص. وزي ما بقول لكم كل يوم اروح بس ابص كده واحنا مع بعض على لون الفطيره، شايفين؟ عشان ما ننساهاش. ايه الجمال ده؟ الروعة. شايفين لونها عامل ازاي؟ يعني كل حاجة قدامكم، ما بعملش حاجة من وراكم. انا هشيلها بقى لغاية ما تهدى شوية، وبعد ما هنشيلها بس بقى في حاجة هنا، فيه من فرن من فوق حتة ممكن نحطها كده فيها تفضل دافية، يعني ايه اهو اهي، ونقفل بقى النار بتاعتنا تفضل دافية معانا لغاية ما نيجي نعمل الخليط بتاعنا بالراحة خالص وهي دافية معانا، أما نيجي كمان نغرفها. الموضوع بقى زي الفل وجميل، وإن شاء الله يعجبكم، وإن شاء الله نكمل مع بعض البصلاية. نقلب كده، حطينا كل الحاجات مع بعض زي ما أنتم شايفين أهي، وبعدين إحنا نيجي كده زي ما أنتم شايفين كل اللي بنعمله ان احنا بنسوي اللحمه بتاعتنا تتعصج معانا. بعد ما تتعصج معانا وتاخد اللون اللي احنا هنشوفه هضيف البهارات والملح والفلفل. شوف يوسف انت ما بتضيفش من بدايه الملح والفلفل والبهارات ليه؟ انا عايز ما تبقاش كتل، يعني انا لو ضفت الملح من البدايه هتلاقوها عملت كتل، وانا مش عايزها تعمل كتل معانا، يعني تبقى كده كور صغيره، انا عايزها تبقى لحمه مفلفله زي ما هنشوف دلوقتي معاها. وبعدين انا هنسخن مع بعض حاجه تانية. ليه؟ اول ما هتسخن هحط اللحمه بتاعتنا علشان خاطر
نضيف معاها صلصة الطماطم بس بعد اللحمة ما تستوي معانا زي ما انتم شايفين كده اهو. جميل. ونيجي هنا نقلب. لو شمين بقى الريحة والبصلايه مع الثوم اندمجوا مع بعض مع اللحمة كده يبقى حاجة رائعة. لسه هنكمل مع بعض. عندي بقى هنا المكرونة وعندي كمان الجبنة مع بعض بقت ميكس، والصلصة هنضيفها دلوقتي. لكن لو انا عايز الخليط يبقى شوية سايل يعني ما تبقاش الصلصة مركزة قوي، هضيف شوية مرق لو حابب، لو حابب يعني. الموضوع ده حتى ما رضيتش اكتب في المقادير عشان خاطر انتوا يعني ممكن تضيفوا ممكن ما تضيفوش. جميل قوي. اللحمة بتاعتي بدأت تخش في التسوية اهي. حلو قوي كده. اول ما احس ان هي استوت بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين اهو، هنعمل ايه؟ هناخد نضيف بقى الملح والفلفل والبهارات. بصوا بقى الخليط بتاعنا بقت كلها لحمة مفلفلة. جميل. وبعدين استوت. انتوا عارفين ان اللحمة المفرومة ما بتاخدش وقت خالص في التسوية. ليه؟ لانها قطع صغيرة، قطع صغيرة. فعشان كده زي ما انتوا شايفينها اهي. هاجي بقى اضيف شوية البهارات واضيف كمان الملح والفلفل. تمام 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 كده. حلو قوي. ناخد بقى هنا بالراحة نقلب كويس. انا كل ده بعمل ايه؟ الخليط كله يبقى مندمج مع بعضه او كل النكهات تبقى موجودة معانا زي ما هتشوفوها دلوقتي. هاجي هنا اجيب بقى دي واضيف هنا اللحمة بتاعتي. سامعين الطشة دي؟ حلو قوي. هنقلب اللحمة تقليبة ونضيف عليها بقى الصلصة بتاعتنا كده. بسم الله. وعصير الطماطم. جميل. طب يا شيف يسري انا لو حابب اعمل الخلطة دي او اعمل مكرونة الفرن دي من غير ما اضيف عليها بشاميل ومن غير ما اضيف عليها جبنة، طبعا تبقى روعة. تمام. ولكن هنا بقى احنا بنجيب طواجن. هو طبعا كل حاجة مستوية مع بعض، كل حاجة مستوية مع بعضها. يعني اللحمة عندي كده مستوية في الصوص بتاعنا، وكمان عندنا عندنا كمان كل حاجة اهو. شوية مرق صغيرين الاول، والمكرونة مستوية. يعني انا هقلب ده على بعضه لما زي ما بنقول كده تتسبك معانا شوية. وبعد كده بعد ما هتتسبك معايا شوية هيحصل ايه؟ هناخدها على المكرونة هندخل الفرن من غير بشاميل. من غير بشاميل ومن غير جبنة لو انتوا عايزين. لكن انا عملتها كده اختراع شوية عشان تبقى غنية وتبقى طعمها حلو قوي وولادنا يحبوها. وتمام التمام. نقلب كويس قوي. وانا هنا حاطط زي ما انتوا شايفين الطاسة اللي كانت فيها المقادير الاولانية عشان اسخنها تاني، يعني اسرع تبدأ تتبخر معايا وتديني اللي انا عايزه. تمام. نقلب تاني كويس قوي كده. وهنا نشوف سخنت شوية نضيف هنا وبعدين نرجع نرجع تاني. يعني شايفين الموضوع سهل ازاي؟ ونرجع نسخن هنا. بصوا بقى اول ما اتحطت هنا في الطاسة بدأت تغلي. ليه؟ الغليان ده بيبخر معايا الحاجة ويسرع ويخلي الطماطم تتسبك معانا اسرع. بس انا عايزها تبقى شوية جوسي يبقى فيها صوص شوية. فعشان كده بعد ما تغلي الغليان ده هاخدها تاني احطها هنا، ولا خلاص مش محتاج احطها هنا. انا هغير بس المكان معلش. تغلي غلوة كمان. وبعد ما هتغلي معانا الغلوة دي هنحضر المكرونة بتاعتنا، لان هنقلب كله مع بعضه. هنقلب مع بعضه اللحمة مع الحاجات دي اهو. هنقربها هنا كده وبرضو نمسح حوالينا اهو. جميل كده. وعندي شفت الصوص بتاعنا بدا يبقى تقيل اهوت. هناخد شايفين نص كيلو مكرونه مش اكتر، وناخد ده نضيف ده على ده. خلاص كده. خلاص كده بسم الله. ونفضي. هي ما بتحطش طبقات لي يا شيف يوسف؟ لا خالص خالص، احنا بنقلبها كده مع بعضها وبعد كده نفضيها في الطواجن بتاعتنا وناخدها بسم الله زي ما انتم شايفين كده
نحط عليها شوية البشاميل ونحط عليها كمان شوية الجبنة ونقلب تقليبة كويسة قوي اهو. تمام، حلو قوي كده. تمام، نقلب التقليبة دي اهي. بصوا بقى، اللحمة بقت مع المكرونة متشربة معاها، ولكن اما نيجي نسوي المكرونة نخلي فيها شوية زي ما بنقول كده الدنتي. يعني ايه الدنتي؟ يعني حاجة كده ايطالي بتبقى فيها الحتة الكسرة دي. يعني ايه الكسرة؟ يعني لان انا بعد كده هدخلها الفرن هتغلي مع بعضها غلوة، فهتبدأ تستوي شوية. بس انا عايز هنا بقى الفرن بتاعنا بتاع تاتش يكون شوايه بس، ما يكونش والع من تحت. نيجي بقى نجيب الطاجن بتاعنا او الطواجن بتاعتنا، طاجن كبير طاجن صغير، عايزين تعملوها كده حاجات صغيره زي ما انتوا عايزين. يعني مش لازم تبقى، يعني لو اسره هنحط في طاجن كبير، لكن لو احنا مثلا فردين ممكن نحط في الطاجن الصغير ده. لو فرد واحد بقى هنجيب الطاجن الصغير اصغر، يعني ممكن طواجن اصغر بكتير ممكن نحطها. تمام كده، هنشيل ده خلاص. هات لي طاجن صغير ولا حاجه كده، يعني ايه عشان نغرف لهم كذا طريق. تمام كده، زي ما انتم شايفين بنملى مع بعض الطاجن بتاعنا، وبعد كده ممكن زي ما قلت نحط في طاجن صغيره. بس شايفين بقى الخليط عامل ازاي؟ اللحمه مع المكرونه وكمان الريحه مشهيه. انتوا عارفين دايما انا بحب اعمل لكم الحاجات بسيطه ولذيذه، ولكن طبعا اضافه البشاميل مع الجبنه دي بتديها شويه، يعني تبقى لذيذه، يعني تبقى اكتر شويه كده، تبقى طعمها حلو. وكمان لو هي طالعه من الفرن بالجبنه دي ممكن تلاقوا المطه اللي انتوا بتشوفوها دايما حلوه قوي. عندنا بقى طواجن صغيره زي ما انتوا شايفين اهي، هنضيفها هنا وهنملاها برضو. لو هنحاول نملاها يبقى انا كده عملت طاجن كبير اهو، جميل كده، وكفايه وكفايه كده، مش هنزود تاني اهو. وبعد كده نجيب الاصغر، ناخد كده بايدينا بقى نملى ده بقى على قد فرد مثلا، او يعني زي ما انتم عايزين. لو احنا جبنا الاصغر خالص ده يمكن الاطفال تتبسط بشكله اهو. لو احنا طبعا عايزين نخلي الاطفال تاكل فنجيب لهم الاصغر ده، جميل اهو، حلو قوي كده. وعندي كمان اخر واحد. يبقى انا غرفت لكم كذا حاجه، غرفت كذا نوع او كذا نوع من الطواجن، والمكرونه بتاعتنا روعه، يعني طعمها حلو قوي، جميله جدا. بس كل اللي هنعمله زي ما قلت هناخدها بعد كده ندخلها بعد ما نضيف لها البشاميل. زي ما بقول مش عايزين تضيفوا بشاميل، حاجه ترجع لكم. طيب يا شيف يسري، انا عايزها تبقى القالب اول ما اقلبه كده، اول ما اقلبه يطلع معانا سليم. هقول لكم نعمل ايه. هنيجي ناخد شويه لحمه تحت من المعصجه ونغرف فوقها المكرونه بتاعتنا باللحمه دي، وبعد ما نغرف فوقيها المكرونه بتاعتنا باللحمه نعمل ايه بقى؟ ناخد زي نسيبها في الفرن شويه لغايه ما تبدا تنشف كل السائل اللي فيها، علشان خاطر اما نيجي نقلبها تتقلب معانا بمنتهى السهوله. يلا بينا ناخد مع بعض البشاميل اهو، ما بنكترش بقى، ما بنكترش، شويه كده صغيرين يا دوب، بس نغطي كده اهو اهو. حلوه قوي بالبشاميل ده، وبيديها طبعا شويه زي ما نقول تبقى غنيه شويه. استمتعوا معانا، انتوا عارفين ان انا دايما بحب اجيب لكم كل الجديد من كل العالم، بس ده طبعا اختراع يسري. يعني هي مكرونه فرن عاديه، ولكن احنا اضفنا لها شويه من صوص البشاميل. وزي ما قلت لكم البشاميل لازم يكون سايل، ما يكونش كتله واحده اهو، ما يبقى زي ما انتم شايفين كده سايل. يعني ايه سايل؟ يعني الخليط ما يكونش تخين، ما يكونش تقيل. شوف يوسف، طب انت عملت البشاميل ده ازاي؟ هقول لكم دلوقتي، عشان انا عارف ان في ناس كتير قوي عايزه تعرف البشاميل بيتعمل ازاي. بنجيب لتر من اللبن نحطه على النار، وفيه شويه من المنكهات لو عايزين، لو مش عايزين ممكن نحط مكعب مرق معاه. ولكن انا بحط بقى جواه ايه؟ بصلايه، جزرايه، عود كرفس، كمان شويه من اوراق اللورا،
منكهات زي بشره جوز الطيب، كل الحاجات دي انا بحطها معاه، وبعد ما بحطها معاه يغلي غلوتين كده، باخدها تهدى خالص يعني يبرد خالص. بعد ما يبرد معانا خالص بنعمل ايه؟ بناخد الخليط ده نصفيه، واجيب 4 معالق من الزبده عليهم 4 معالق من الدقيق، واقلبهم مع بعض كده لغايه ما الزبده تسيح. يعني ايه الزبده تسيح؟ يعني ما يبقوش لون، ما يلونوش يعني، ما يلونوش. واضيف عليهم بقى اللبن بعد ما يبرد شويه بشويه كده لغايه ما الخليط يبقى بالشكل ده، بس مش اكتر من كده. شويه بشاميل حلوين قوي. هنيجي بقى نحط شويه جبنه هنا على الوش، وهندخلها في الفرن تحت الشوايه، بقول تحت الشوايه، وبعد كده نرجع نوريكم شكلها عامله ازاي. حاجه رائعه جميله زي ما انتم شايفين اهو، كله بياخد شويه جبن وبالهنا والشفا. عملنا مع بعض زي ما انتم شايفين شويه مكرونه فرن، هندخلهم زي ما قلنا الفرن تحت الشوايه ياخد اللون، ولما نرجع نوريكم شكلهم عامل ازاي، عشان كده ما حدش يشوف في اي مكان، لان الجديد الممتع التعليمي دايما هتشوفوه مع الشيف يوسف برنامج مطبخ الحياه بعد الفاصل.